إلى الجزائر في خطوة أشبه بالتراجع بعد الإصرار على المسار الانتخابي. دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء إلى حوار جاد باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب الأجال. وشدد صالح على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر. إلى ذلك خرج آلاف الطلاب اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائرية ومدن عدة في مسيرات احتجاجية رفضا لاستمرار وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في تولي شؤون الحكم في البلاد. وحولت المسيرة وجهتها بسبب التعزيزات الأمنية المشددة والانتشار الكثيف لعناصر الشرطة ومركباتها في محيط البريد المركزي ومبنى البرلمان. لتسليط الضوء أكثر على الحراك في الجزائر والتراجع في موقف رئاسة الأركان، أرحب بضيفي معي في الاستوديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أهلا بك معنا سيدي. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. انتصار جديد أم مناورة من قائد الأركان؟ هو انتصار للشعب بكل تأكيد بإلغاء انتخابات 4 جويلية. لم تلغى رسميا ما زال، لكنهم ما هي إلا ساعات يوم أو يومين وسيعلنون على إقبار هذه الانتخابات، وبذلك يكون الشعب الجزائري لأول مرة في تاريخه يلغي انتخابات رئاسية مرتين في ظرف 3 أشهر. الأولى التي كانت في المفروض في أبريل وكان إعادة إنتاج بوتفليقة في عهدة خامسة، والثانية بإعادة إنتاج النظام حتى بدون بوتفليقة وكان مقرر لها 4 يوليو القادم. إذن هذا انتصار للشعب، وخطاب قايد صالح اليوم لا يشير إلى هذه الانتخابات نهائيا، وهو الذي جعل منها مشروعه الأكبر والأساسي في كل خطاباته السابقة. هذه المرة يتحدث عن خطابات في أقرب وقت ممكن، انتخابات في أقرب وقت ممكن. لماذا تراجع؟ الشارع، الشعب. الشارع أم عدم وجود توكيلات كافية لمرشح الانتخابات؟ لأن الشارع هو الذي فرض أن لا تكون هناك توكيلات. كل من كان يطمع أو يذهب، تحدث حوالي أكثر من 74 شخص على أنهم سيذهبون للانتخابات، لكنهم بدأوا يتراجعون حينما شافوا إصرار الشعب على أنه لا يريد إعادة إنتاج المنظومة كما هي. الشعب يريد الإطاحة بالنظام، أي بالفوضى التي كانت سائدة بالسيستم ككل، وليس برحيل بوتفليقة فقط. الشعب يريد حكم مدني حقيقي، ويريد حكم مسؤول أمام الشعب وليس أمام من يصنعه من جنرالات الداخل أو قوى الخارجية. هذا ما يريد الشعب، ولذلك أسقط هذه الانتخابات. ولكن تبقى الانتخابات دائما هي أفضل الطرق للوصول إلى السلطة أو لحكم الناس. مرة أخرى أثبت رئيس أركان الجيش الجزائري حسن نواياه، وأثبت أنه يريد تسليم السلطة وأنه مع مطالب الحراك. هل تتوقع هتافات تنتقد الرجل أم ترحب بما فعله في الجمعة 15؟ شوف، خطاب اليوم شكلا فيه تقدم، فيه تحسن في الألفاظ، ما فيش تهديدات كثيرة، فيه تهديد هنا أو هناك مبطن، لكن ما فيش تهديدات كما سابقة. ما اعتبرش أن الحراك مؤامرة كما قال من قبل، لكن ما زال يعتبر الحراك أزمة، يعتبر أن أزمة. نحن لسنا في أزمة، نحن في ثورة تريد التغيير والتحرر وإعادة نهضة البلاد. إذن من حيث الشكل هناك تغيير، من حيث المضمون لم يتغير الأمر كثيرا، لأنه من حيث المضمون في حين يتحدث عن الحوار أي يعطي مخارجه من الآن، يقول لك نذهب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، بمعنى أننا نتحاور لكن من أجل أن نذهب لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن. ليس من حقك إذا دعوت للحوار لا تضع له شروط ولا تأتي بمخرجاته. كيف لا يضع له شروط؟ هو من يتحكم بمقاليد الحكم الآن، من حقه أن يضع بعض الشروط أو حتى سميها ضوابط، لا تسميها شروط، تنظم المسألة. المسألة لا يمكن أن تترك فقط للحراك سيد محمد، وإلا لن تكون هناك دولة. في فرق ما بين الضوابط لن تفقوا عليها المتحاورين، لما نجي نتحاور أنا وياك نتفقوا على الضوابط، نتفقوا على الشروط العامة، أم أن تأتي وتفرض علي شروطك وتقول هذه هي هكذا يجب أن يتم الأمر وفي النهاية يجب أن نجري الانتخابات، فهذه لم يعد حوار. هذا أصبح فرض، أصبح إملاء. لو كان الشعب مش في الشارع
ظلوا يملون على الشعب الجزائري 57 سنة. وفي ظرف 3 سنوات من بين 88 و 91 حينما كان الشعب في الشارع وكان يريد الحرية انقلبوا عليه بعدها في يناير 92. الآن الشعب استرجع قوته، استرجع تمكن الآن، يعني الملايين لم يخرجوا، يخرجون في الصيام وفي الحر وفي خرجوا تحت المياه تحت الأمطار في الصيام في كل مكان يريدون الحرية. لو كان الأمر اليوم لها دلالة لدي مسيرات الطلاب تحديدا لها دلالة في الحركة. طبيعة الحال هم قلب الحركة، طلبهم قلب الحركة، ومسيرات الثلاثاء مثل اليوم اللي امتدت أيضا في أغلب الجامعات وفي أغلب الكليات تعطي دائما إذا شئنا الإشارة للجمعة القادمة. إذا الجمعة القادمة ستكون قوية جدا أيضا، لكن الناس بكل تأكيد ستأخذ بعين الاعتبار هذه الدعوة، لأن دعوة الحوار ليست جديدة، لكنه كان يقول لنا تحاوروا، هو يقول لنا حوار. المرة الماضية كان يقول مع بن صالح مع رئيس الدولة، مع أن بن صالح عينه السعيد بوتفليقة أي رئيس العصابة السابقة، وبدوي الذي يريده أن يشرف على الانتخابات عينه السعيد بوتفليقة، يعني يسقط رئيس العصابة يسجنه ويقول لنا تعاملوا مع من عينه السعيد. أن قايد صالح قد أحرجكم وأحرج الحراك قبيل سويعات أو أيام قليلة من الجمعة 15، الآن أنا أتراجع خطوة إلى الوراء، الآن يعني أقدم حسن النوايا والكرة في ملعبكم. نحن من طالب بالحوار، بالعكس هما أحرجتهم أنها الانتخابات 4 جويلية سقطت، فعادوا إلى الحديث عن الحوار بكلمات معقولة هذه المرة. كان تحدث عن الحوار من قبل هو، لكن تحدث مع تحت التهديد وتحت الإملاءات الكاملة، هذه المرة أخف. إذا نحن نرحب به بالخطاب، لكن فقط من حيث الشكل، نريدهم أن يذهبوا أيضا للمضمون. هو المضمون هنا، دعك من قائد صالح، دعك من رئاسة الأركان، حدثني عنكم أنتم الآن. الرجل يدعوكم لحوار، لا توجد انتخابات، أين رؤيتكم؟ ما الذي تريده المعارضة أو الحراك ليقدمه الآن للشعب الجزائري غير الثورة وغير الميادين؟ الثورة ليست غاية، ليست هدف. الثورة والانتفاضة والميادين هي وسيلة، وسيلة ضغط على الحاكم المتجبر الطاغية الذي خرب البلاد ودمرها لكي يستمع للشعب، والشعب يقول نريد دولة مدنية. طب إجراءات في النهاية إجراءات موجودة. نعم. إجراءات موجودة، قلنا أنه يجب أن نمر عبر مرحلة انتقالية، هو يرفض الآن مرحلة انتقالية نهائية. دعك منه، حدثني أنت الآن يوم الجمعة، ما هي المطالب أو خريطة الطريق التي ترفعها المعارضة أو يرفعها المطالب؟ الهدف الرئيسي، العنوان، الدولة المدنية. كيف نصل إلى ذلك؟ مرحلة انتقالية يكون فيه مجلس رئاسي يدير المرحلة كرئيس للدولة، ويكون حكومة كفاءات وطنية تدير الحكومة. مجلس رئاسي منتخب أم مختار معين؟ لا يختاره الشعب، مجلس تأسيسي. انتخابات. مجلس رئاسي، لا ليس انتخابات، خيار بالكونسنسس بالتوافق، هناك أسماء. نحن لا يمكن نذهب في الانتخابات الآن، لأن الانتخابات تجري تحت حكومة تزوير. من يختار أسماء الجيش؟ موجودة الأسماء، ممكن نتوافق عليها ما بين المعارضة والجيش، ما بين الشعب والجيش، أو ما بين عبارة أدق ما بين الثوار الثورة والجنرال. طرح الجيش بدوي مرة أخرى والرئيس المؤقت وقال هذه ترشيحاتنا، فقدموا ترشيحاتكم. ترشيحات موجودة. موجودة. شوف أنا شخصيا مرة أضطر إلى قول أسماء. هناك أحمد طالب الإبراهيمي حاولوا نوع من الإجماع، هناك بن بيتور حوله أغلبية كبيرة، هناك بوشاشي، هناك بعض الأسماء. هذه الأسماء الشعب يثق فيها، قد لا يجمع عليها 100% كل الجزائريين. طيب. لكن على الأقل فقط أكمل هذا. على الأقل هناك توافق عام على أنه إذا قبل الجنرالات بالشخصيات التي يراها الشعب نمضي، نكون قد قطعنا الشوط. السؤال الأخير، هو قال في خطابه كلمة تنازلات من الجميع. نعم. ما هي التنازلات التي يمكن أن يقدمها الحراك؟ نعطيهم الحصانة للجنرالات بحيث لا يحاسبون على ما ارتكبوا من نهب للأموال ومن جرائم فيما مضى. هذا هو أكبر تنازل، هو ضد العدالة وضد الحقيقة، لكن هذا أكبر تنازل ممكن يحصلوا عليه. لا. أما أن يظلوا يحكموا من وراء الستار، وهذا ربما هما ما يريدونه، فهذا لن نقبل به أبدا. أشكرك شكرا جزيلا محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق، كنت ضيفي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك.